السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا إخواني أخواتي مرحبا بكم من جديد، ومرة أخرى وجريمة أخرى للأسف الشديد، جريمة اللي اهتزت على وقعها مدينة الدار البيضاء اليوم، جريمة اللي ممكن نقولوا بالضبط في هذه القضية بأننا ما نقدروش نجزموا بالضبط واش جريمة، على الرغم من كل الإشارات اللي تشير أنها جريمة قتل بواسطة السم. إذا إخواني أخواتي، فموضوعنا اليوم وموضوع هذا الفيديو هذا هو الجريمة اللي ارتكبت في حق زوجة من طرف الزوج ديالها بعد اتهامات أنه ناولها السم من بعد ما يعني خطفها او لا جرها بالسيف من الشارع ودخلها للدار. لكن قبل اخواني واخواتي ما اننا نغوصوا في تفاصيل هذه القضيه هذه الفريده من نوعها، فكندعوكم اخواني اخواتي فضلا وكرما منكم انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وايضا بالاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها على القناه. وايضا ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وارائكم بخصوص القضايا، طرحوا علينا بعض القضايا فنحن عند الطلب تلقوننا دائما مستجيبون. اذا اخواني اخواتي، فكيف ما قلت الجريمه ديال اليوم او ديال هذا الفيديو هذا هي جريمه اللي مازال لحد الساعه لم تثبت، على الرغم من كل تصاريح والاتهامات والاشارات، لان عهدنا في اي جريمه ولا في شي انسان ملي تيكون ميت نتيجة ديال شي تسمم مع عدم يعني تأكيد المصدر ديال هذا التسمم، نتيجة ديال شي تسمم تتكون معاه إشارات وإشارات، وهذه الإشارات هي اللي كانت في الضحية ديال اليوم، اللي هي واحد الزوجة اللي بحسب العائلة ديالها تيقولوا بأن الزوج ديالها عطاها السم وكلاتو، انهم لقاوها فيها الكشكوشه وداوها للمستشفى وفيها الكشكوشه خارجه ليها من نيفها ومن فمها، في اشاره كبيره ديال انها يعني كانت السم، زائد انه في اتصال هاتفي مع الزوج ديالها قبل بغاو يطمئنوا، لان وصلاتهم الاخبار بان السيده واقع عليها شي مشكل، فاتصلوا بالزوج ديالها قال لهم راها سخفانه. فهنا وقع يعني كل هاد الاشارات هذه ديال السخفه، ديال ان الكشكوشه خارجه ليها من فمها ومن نيفها، كل هذه اشارات، زائد المشاكل والدوافع اللي بحسب العائله ديال الضحيه كيشوفوا انها دوافع كافيه باش ان هاد الزوج ديال الضحيه انه يقدم على هذا الفعل. لكن قبل هذا وذاك اخواني اخواتي، خصنا نرجعوا لبدايات القضيه. فالقضيه هي بدات بواحد الزواج اللي كان ظاهريا كيبان انه غير مرغوب فيه، او لا العائله بحسب الاقوال ديالها كتقول انها غير مرغوب، يعني ما كانتش عارفه كل المعلومات بخصوص الزوج، يعني تم التلاعب عليهم او لا التحايل قبل ما ان يوقعوا في هاد الزيجه. فهنا بحسب المعلومات اللي كانت تعطاتهم ان الزوج يعني منضبط، لكن هما لقاو احوال اخرى، لكن زائد انهم وقعوا من بعد في مجموعه ديال المشاكل اللي خلات ان هذه الام ديال الضحيه انها توصل مع الزوج او نسيبها عند المخزن بسبب مجموعه ديال المشاكل، من بينها السلف، من بينها بزاف ديال الامور، لان الزوج بحكم انه معيب، فلما وقعت الجائحه والجائحه كما كتعرفوا اخواني اخواتي واكبتها يعني لاكريز، فبزاف ديال الناس يعني ريحوا، بزاف ديال الناس يعني ما بقاوش ولاو عاطلين على العمل. فهنا جا الدور ديال هذه الام اللي كانت كتصرف على هذا الزوج والابنه ديالها، يعني حسب المعلومات كتقول انها يعني كانت كتصرف عليه من ناحيه الكمايه، من ناحيه بزاف ديال الامور، مصاريف وعده امور اخرى. لكن كل هذا الشيء ما كانش مخلي العلاقه مزيان، كان هنالك توترات كيف ما قلت لي وصلاتهم عند المخزن، وكانوا واضعين واحد الشكايه، ومن بعد يعني عقبت سمحت لي، وتزادت ثاني مشاكل اخرى وصداعات اخرى ما بين هاد الاسره وما بين الام ديال الزوجه، وبقات هاد المشاكل هذه الى ان يعني قدمات على انها
حرات او لا مشات دارت واحد الدعوه ديال الطلاق للبنت ديالها، لان بنتها ما بقاتش يعني بغات تعيش، وربما يعني داروها بواحد الشكل اللي سري. لكن الزوج بحسب المعلومات يعني في خبارو بانهم داروا، ربما هذا هو الدافع اللي على اساسه العائله كترجح انه حاول انه ينتقم منهم بهذه الطريقه هذه، لانهم حاولوا انهم يطلقوه وهو ما في خباروش بواحد الطريقه سريه، لكن وصلاته الاخبار ديال 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 هذه القضيه ديال الطلاق. ربما هذا هو الدافع اللي على اساسه، زائد المعطى ديال الكشكوشه زائد المكالمة الهاتفية، فالعائلة كتشوف أن هاد السيد يعني دار السم للبنت ديالهم، أو اللي عطاها شي حاجة كربونية بزاف اللي تكون داخلها شي حاجة، يعني كيشوفوا أنه عطاها شي حاجة، أنه عنده واحد اليد كبيرة في الوفاة ديال الإبنة ديالهم، نتيجة لكل هاد الإرهاسات، نتيجة أنه ديجا يعني مصوت الأم ديال الشابة زائد الأخت ديالها. يعني كاين بزاف ديال الخلافات اللي خلاتهم أنه متأكدين يقينا، بالنسبة بين قوسين الجاني أو المشتبه فيه فهو يعني تحت الحراسة النظرية، وحاليا يعني ناقر حسب المعلومات، هو ناقر كل الأقوال، كل هذه الأمور هذه ديال أنه التشريح الطبي غادي تخرج النتائج ديالو. زائد ان واحد الحاله اللي غريبه نوعا ما هو ان فاش مشاو عنده للدار، لان السيده ما كانتش عنده في الدار، لقاها في الشارع وداها يعني فرصه لان فيها علامات ديال انها مجروره وان بزاف ديال الامور، لقاو بانها يعني ميته، انه خرجها برا ماشي في الدار، لان كل هذه الاشارات بحال كان بغى يتخلص منها، وكثرت عليه الاتصالات ربما الضغط والله اعلم. لكن كيبقى هذا هو ما حدث بالضبط، انه لقاوها مخرجها في الزنقه ماشي في الدار، وفي المنظر يعني اللي كيبين انها مجروره وانها يعني مكرفصه، فهذه كلها كتزكي ديك الفرضيه او الشكوك ديال العائله اللي كتهم هذا الزوج بالقتل ديال الابنه ديالو او الزوجه ديالو بواسطه السم، نتيجة ربما لهذيك الشكوك ولهذيك الدوافع اللي يعني اللي اغلبيتها كلها يعني مشاكل بسبب هذه الزيجة اللي كانت يعني كتبان انها اللي بحسب المعطيات ان كل واحد من عالم وحدة، يعني بحسب معلومات حاملة القرآن الكريم حافظة القرآن يعني في حد واقع اخر وشخص من واقع اخر، ولكن الزيجات كاينين في المجتمع وناجحين، ولكن عندنا الحاله هذه استثنائيه اللي وقعات، وابغض الحاله كما نقولوا هو الطلاق، لكن كيبقى كل هذه فرضيات الى حين ان يثبت فعلا اخواني اخواتي، لان العدل راه ماشي خصنا نطلبوا غير من القضاء ولا العدل، حتى في تطرق القضايا، لان المتهم تبقى باري الى ان تثبت الادانه ديالو، ومع خروج يعني الخبرة الطبية أكيد غادي تثبت هذا الأمر هذا أو لا يتفند، وتما غادي تبان الحقيقة جلية، على الرغم كما قلت من أن كل الإشارات تشير بأن يعني هنالك حالة ربما ديال التسمم. منين هذا التسمم، شكون المصدر ديالو، هو الزوج فعلا، واش كلات هي شي حاجة قبل ما أنها تلاقى مع الزوج، هنا كاين بزاف ديال الامور، بزاف ديال المعطيات اللي ممكن نقولوا تدخل فيها حتى الماده المستعمله او الماكله فاش تكلات، لان غادي تفرق بشكل كثير، لان تفرق تكون اكيده، لان ضروري غادي تبان حتى مع من الا كانت شي حاجه قبل او اللي تسمات قبل، غادي تبان مع الخبرات الطبيه ومع التشريح الطبي اكيد اخواني اخواتي. الى هنا جيت الختام ديال هذا الفيديو هذا اللي كنظن انني سلطت فيه الضوء نوعا ما على كل حيثيات هذه القضية هذه. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، وكندعوكم انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وايضا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وخير الختام، السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.